بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، معكم جمال للعقارات المغربية. حنا كنتواجدوا في النواحي ديال مدينة تيفلت، جماعة أيتواحي. كاينة هاد الأرض اللي هي خاوية منبسطة، أرض ممتازة، في جانبها كاين مزارع السكن، منطقة فلاحية بامتياز، أرض فيها 3.5 هكتارات محفظة. هي هذه كما تلاحظون، هذه الدخلة ديالها، هي هذه كما كتشوفوا السيارة. هنا كيتوجه الطريق الوطنية اتجاه الشمال، الطريق الوطنية 5 تيفلت. هذه بيست شد على قدرون اللي غادية نأيت رومي ونأيت واحي. أرض محفظة، كنسطر عليها محفظة ممتازة. كاين جيران عندهم مزارع ديالهم هنايا، أرض عارية ما فيها حتى شي حاجة، خاوية كما هي كما تلاحظون. كاين مزارع كبيرة هنايا عندهم كما كتلاحظوا، هاد لاسير ديال الدلية هنايا، فيرما ديال الدلية ديال عنب. كاين السكن، الدخلة هي هادي، عندها جوج دخلات، دخلة من ناحية ديال الطريق الوطنية اللي كتربط بين تيفلت والخميسات، وكاينة الدخلة عاوتاني هادي كتجي طريق قدرون كتجي من أي ترومي. هادي من جهة الشرق كما تلاحظون، من جهة ديال الشرق هي هادي، أرض منبسطة يعني مواطيها خاوية ما فيها حتى شي حاجة، يمكن الإنسان يدير فيها الجار ديالو ولا الفلاحة ولا فيرما ديالو ولا يبني يدير مزرعة. هنا كاين السكان، دورة دايرة في السكان جاورينها كما تلاحظون، أرض فلاحية بامتياز، نوع ديال التربة تيرس، نوع ديال التربة تيرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تابوني معنا عندنا لاشين تشجيع لنا، وشكرا لكم. وغتلقاو الثمن اللي جد 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 مناسب مقارنة مع الأثمنة اللي كاينة هنايا. هاد 3 ديال الهكتارات أونص، غتلقاو واحد الثمن اللي هو ممتاز جدا. تلقاوها على الاعلان مكتوب ان شاء الله، هو النمره ديال الهاتف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.